السلام عليكم. النهارده معانا تحليل لعيبه اليابان، وخلينا نبتدي باول واحد ميساكي. ميساكي طبعا نزل نسخه مخيبه للامال، وهنقول ليه دلوقتي. هنتكلم عنه بالتفصيل. عنده الدريبل 10125، الشوط 10004، والباص حوالي 10000 تقريبا، اقل حاجه الباص، مع ان هي المين سكيل بتاعته. التاكل عنده 8800، البلوك اي كلام، والانترسبت 9000، السبيد عنده 9500، الباور 9500، التكنيك اللي هي المفروض تبقى اعلى حاجه عنده 9000 اقل حاجه. التيم سكيل بتاعته في حاله وجود 5 لعيبه ازرق بيزيد 25%، والبس بتاعته فول بادي ستاند بنسبة 30%. شبه مين دي؟ شبه ياسين الأخضر القديم اللي كان نزل سوبر دي، وتقريبا هي الأرقام بتاعته كلها في كل حاجة. نزل معاه باص جديدة والسكيلات بتاعته كلها القديمة. البوند بتاعه في حالة وجود 2 لعيبة أزرق أباني بيزود 4%، ومعاه شيلد 4%، معاه هوت لاين للهجوم وخط الوسط بيزوده من 5%، معاه حماية من قفل 2 سكيل، وبيقلل استهلاك الطاقة بنسبة 15%. فخلينا نشوف أرقامه في الملعب عشان نقدر نحكم عليه. أرقامه في الملعب في حالة وجود تيم سكيل 75%، وبوند 55%، وخطة أتاك 10%، هيبقى جايب في الدريبل 52800، رقم قليل جدا، والباص والوان تو هيبقى جايب 51800 برضه قليل، والشوت 52400، فأرقامه من قليلة ب60 نيلة. يعني أنت ممكن تاخد منه تبقى جايبه بس إيه، تاخد منه الباص بتاعته كده. في حالة الدفاع بقى هيبقى جايب في التاكل 47000، الانترسبت 47000، والبلوك طبعا أي كلام. فبصراحه ما انصحش اي حد يجيبه، حتى لو هو مزنوق فشبهي كده وعايز يجيب اي ياسين ما يجيبش دوت، يستنى ياسين الدريم فيست الاحمر اللي هو تقريبا هيجي في اخر الشهر دوت، هيبقى فيه شهر شبه تنتوريزا كده، يستناه ويجيبه. لكن ياسين دوت ما انصحش بيه ابدا، الا لو حد بقى ايه مع دريم بول كتير ومحتاج يجيب الباص بتاعته، لان دي اقوى باص موجود عنده، لكن غير كده ما تجيبوش لا. فتقييمي ليه يعني هو لاعب ايه معقول كده، تقدر تديله ايه من نجمتين ونص لتلات نجوم، فخلينا نقول عليه تلات نجوم. مش عاجبني بصراحه. ميسو بيلعب بمركزين اي ام ودي ام، طبعا هو مش هداف، هو نزل لاعب دفاعي وصناعة العاب وكده. فالارقام بتاعته هجوميا جايب في الدريبل 9500، والشوط 8000، والباص حوالي 10000 تقريبا، جايب في التاكل حوالي 10500، والبلوك 9500، والانترسبت 10000، السبيد عنده عالي 10000 بالنسبه له يعني، والباور بتاعه حوالي، والباور بتاعه 9900، والتكنيك بتاعه حوالي 9800. التيم سكيل بتاعته في حالة وجود 5 لعيبة أخضر ياباني بيزود 25%، وبيزيد ضد الهجوم وخط الوسط 20%، يعني أحسن حل إن أنت تواجهه بأي لاعب دي إم. وممكن أصلا الهجوم وخط الوسط تبقى أرقامهم أعلى بكتير، يعني لو أنت واجهته مثلا بسام هتعدي منه. البوند بتاعه في حالة وجود 2 لعيبة أخضر ياباني بيزود 5%، وفي حالة وجود 2 لعيبة أخضر ياباني بيزود اللعيبة بتاعة الدي إم أوتو إنترسبت بنسبة 30%. كمان بيزود المومنتم بتاع حركات التاكل بنسبة 10%، وبيقفل سكيل باص او تاكل بنسبة 70%. يعني لو انت هتواجه حد وعايز تعمل دريبل هتلاقيه ان انت بنسبة 70% قافل التاكل عنده، ولو حد هو مواجهك وعايز يعمل باص هتبقى مقفولة بنسبة 70%، فانت هتعمل عليه تاكل عشان ان هو يبقى عامل دريبل، او ممكن تلاقيه قدامك يعمل 1 2 او كده، فيعني مش مميزة اوي. كمان لو خسر المواجهة اللي قدامه بينقص في المومنتم بتاع السكيلات 5%. فخلينا نشوف ارقام في الملعب عشان نقدر نحكم عليه. ارقام في الملعب في حالة وجود تيم سكيل 75% وبوند 55% وخطة اتاك 10% والبس بتاعته تبقى شغال، هيبقى جايب في الاتاك، هيبقى جايب في الدريبل 58000، الباص والوان تو هيبقى جايب 59000 وشوية، والجوت هيبقى جايب 50000، فارقامه قليلة برضو. وفي حالة الدفاع هيبقى جايب في التاكل 59000 وشوية، والانترسبت هيبقى جايب 57000 وشوية، والبلوك 56، فارقامه برضو ايه قليله، بتعتبر مش عاليه ولا واطيه ولا اي حاجه، ارقام متوسطه، فبرضو مش عاجبني بصراحه. فتقييمي ليه يعتبر برضو ايه 3 نجوم. اللعيبه دي كلها مش قد كده، مفهومش حاجه مميزه قوي. نروح للي بعده، كازو. كازو نفس الطريقه بتاعت اخوه، برضو عنده في الدريبل 9900 وشويه، حوالي 10000 يعني، الشوط 8000 بالحرف، الباص بتاعه 9800، التاكل عنده حوالي 10000، والبلوك 9500، والانترسبت 10500، اقل حاجه عنده الانترسبت. السبيد عنده 9700، السبيد عنده حوالي 9800، الباور حوالي 10000، التيم سكيل بتاعته في حالة وجود 5 لعيبة أحمر ياباني بيزود 25%، ومعاه أوتو انترسبت بنسبة 100%. البوند بتاعه في حالة وجود 2 لعيبة أحمر ياباني بيزود 5%، وبيزود المومنتم بتاع الانترسبت بنسبة 10%، وبيعمل بلوك للدريبل أو التاكل بنسبة 70%، فبرضه إيه كل الناس دي تعتبر دلوقتي معاها حماية من قفل السكيلات، أو بيبقى معاها أكتر من سكيل، فملهاش لازمة أوي. بينقص الاوتو انترسبت للخصم بنسبة 15%، وفي حالة ان هو هيواجه حد وكازو يخسر المواجهة هينقص الخصم 5% بالنسبة للمومنتم بتاع السكيلات بتاعته، فبرضه مش عاجبني اوي. نشوف بقى ارقامه في الملعب عشان نقدر نحكم عليه. ارقامه في الملعب في حالة وجود تيم سكيل 75% وبوند 55% وخطة اتاك 10%، ارقامه في الملعب في حالة وجود تيم سكيل 75% وخطة اتاك 10% وبوند 55%،
هيبقى جايب في الدريبل 52800، الباص والوان هيبقى جايب 52000، والشوط طبعا اي كلام. في حالة الدفاع هيبقى جايب في التاكل حوالي 51000، الانترسبت هيبقى جايب 52700، والبلوك حوالي 49000. فتقييمي ليه برضو ايه، 3 نجوم، لاعب متوسط ما فيهوش اي ميزه. فاللعيبه بتاعت النهارده دي كلها مفيش اي حاجه مميزه قوي، فما انصحش اي حد يسحب عليهم. وعموما البانر مطول معانا شويه، فكله نصيحتي يعني كله يستنى لغايه ما يعرف ايه الفيست اللي نزل جديد ومين اللي موجودين معاه، وبعد كده يقرر يسحب او لا. والاهم من ده كله يجمع التيكتات بتاعت الار كلها اللي هي اللي هتنزل في اللوجن دي، يجمع كل التيكتات ويسحبها الاول، لان ممكن يطلع له اي حد منهم. فما تسحبش دلوقتي وما تستعجلش. فتقييمي للعيبه كلها تعتبر بتاعت النهارده كل واحد فيهم 3 نجوم بصراحه، مش قد كده. ليه بقى ايه، نفتح التيكتات النهارده كده ونشوف هيطلع فيها ايه. نفتح دي كده، عك ايه ده، طلع فيها واحد. طب نعمل ريسيت، نجيبه تاني. يلا حظي النهارده جامد قوي. واحد كمان، نعمل ريسيت. يديله الأخيرة أي عك، ارجع شوف اللي وراها. أفتح دي ولا أخليها؟ نفتحها، مش هتضر. فيها حد منهم؟ فيها حد منهم؟ مين ده؟ يا عم يا عم، ما فكرت ياسين طالع. طيب خلينا ننزل تاني. فقر فقر فقر، خلينا نفتح التلاتة دول كده نشوف فيهم ايه. هوبا، ترى فيهم حد جديد؟ ايكيه سوسا، يا ترى مين؟ كله قديم. طب ارجع، خلينا نفتح دول. يلا بينا، فاضية فاضية كلها الاتنين دول كمان، ونشوف ايه اللي هيطلع فيها ولا ايه. فاضية، خش على الميكسر اهو. ولا يلا بينا، يلا اي كلام. ماشي، لو عجبك الفيديو لايك وشير، اشوفك على خير.